بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. ده الجزء الثاني. سيب لك رابط قائمه تشغيل كامله للوحده كلها لو حابب تسمع الوحده كلها على بعضها، وهسيب لك رابط الوحده الاولى كمان في الوصف. الجزء الثاني مختص بالقاعده، وعشان كده احنا هنشرح القاعده دلوقتي. قاعده النهارده هي زمن المضارع التام present perfect tense. ايه التكوين بتاع المضارع التام؟ لو الجمله مثبته بتستخدم الفاعل في الاول، وبعدين بتستخدم have او has، وبعدين التصريف الثالث. have بتيجي مع الجمع واي، وhas بتيجي مع المفرد. لو الجمله منفيه بتستخدم الفاعل في الاول، وبعدين haven't او hasn't، والتصريف الثالث. زي مثلا they have won the competition او the cup او they haven't won the competition. ولو بتعمل سؤال بمعنى هل، بتبدا ب have او has في اول الكلام، ثم الفاعل، ثم التصريف الثالث للفعل. have you won the competition؟ have you won the cup؟ تعمل سؤال اداه استفهام، بتبدا بدات استفهام في الاول، وبعدين have او has، وبعدين الفاعل، وبعدين التصريف الثالث. what have you won، what have you done. امتى بقى بستخدم زمن المضارع التام؟ بتستخدم المضارع التام مع حدث بدا في الماضي وما زال مستمر حتى الان. علشان كده دايما بيجي مع for او since. for اللي معناها لمده، وsince اللي معناها منذ. وانا في اخر الحلقه هشرح لك الفرق بين since وfor، ومش هتغلط فيهم تاني ان شاء الله. فبالتالي بيستخدم زمن المضارع التام مع حدث بدا في الماضي وما زال مستمر. زي مثلا I have studied English for 10 years. انا بدرس انجليزي لمده 10 سنين. انا بدات وما زلت مستمر، فده حدث بدا في الماضي ومستمر حتى الان، عشان كده استخدمنا معاه for. يستخدم كمان زمن المضارع التام مع حدث انتهى منذ لحظات واثره باقي. علشان كده دايما بقول لك لما يبقى في بيكاز في النص قبلها فعل مضارع، يبقى بعدها مضارع تام. يمكن انا قبل كده في الوحده الاولى قلت لك لو في بيكاز في النص قبلها ماضي، يبقى بعدها ماضي تام. احفظ لي قوي الموضوع ده واكتب ورايا النوتس دي مهمه. لو لقيت بيكاز قبلها مضارع، يبقى بعدها مضارع تام. ولو لقيت بيكاز قبلها ماضي، يبقى بعدها ماضي تام. فبالتالي انا عندي مثلا ممكن اقول لك she can't play tennis because، خلي بالك كانت مضارع، because she has broken her arm او hurt her arm. هي مش قادرة تلعب دلوقتي علشان هي اصابت دراعها. الحدث انتهى منذ لحظات او حصل منذ لحظات فأثر سلبا، فهي مش قادرة تعمل ده في المضارع. عموما لما تلاقي because قبلها مضارع، يبقى بعدها مضارع تام على طول. يستخدم مضارع التام للحديث عن الخبرات السابقة، يعني استخدم معاه ever يعني من قبل، او never يعني ابدا، اللي هو عملت كده من قبل، او لم افعل هذا من قبل، او عمري ابدا ما عملت ده. بتكلم عن خبراتي السابقة. عشان كده دايما بيجي مع ever وnever. ever بتيجي دايما في السؤال، وnever بتيجي في الجملة المنفية. يعني مثلا I have never eaten Chinese food، عمري ما اكلت طعام صيني. واحسن يا سيدي او have you ever ridden a camel، عمرك في حياتك ركبت جمل. في الحالتين بستخدم ever او never، بسأل عن خبرات سابقة او بتكلم عن خبرات سابقة باستخدام ever وnever. وانا كده كده هشرح لك الفرق بين الاثنين بعد شوية. كمان بستخدم زمن المضارع التام مع الحاجات اللي لسه حاصله توا او حالا، حدث لسه حاصل a moment ago، منذ لحظة. علشان كده بستخدم معاه كلمة just يعني توا او حالا، اللي معناها a moment ago يعني منذ لحظة. يبقى زمن المضارع التام بيجي مع الحاجات اللي لسه حاصله منذ لحظات، او بيجي معاها كلمة just. كمان بيستخدم المضارع التام للحديث عن الحاجات اللي ما حصلتش اصلا، اللي لم تحدث بعد. علشان كده بيجي مع كلمة yet اللي معناها بعد او حتى الان. I haven't played yet، لم العب حتى الان. مضارع تام بيستخدم مع الحاجات اللي بدأت وانتهت منذ لحظات، زي كلمة just اللي بدأت ومستمرة. عشان كده بيجي مع سينس او فور. بتكلم عن خبرات سابقة مع ايفر ونيفر. بتكلم عن حاجات لم تحدث اصلا، عشان كده بستخدم معاها كلمة يات. حاجة مهمة عايزك تعرف الفرق ما بينها. ايه الفرق ما بين have been to و have gone to؟ have او has يعني been to، او have او has gone to. بص يا سيدي، هي been دي عبارة عن ايه؟ ده التصريف الثالث من فعل يكون. طب وجن التصريف الثالث من فعل go يعني يذهب. طب ما تديني مثالين عشان افهم اكتر. I have been to France. I have gone to France. been التصريف الثالث من يكون، يبقى الجملة الاولى معناها انا كنت في فرنسا، مش كده؟ كنت. الثانية I have gone to France معناها ذهبت إلى فرنسا.
لو انت فهمت جملتين كويس هتفهم ان الجملة الاولى معناها انا رحت ورجعت، يبقى have been to معناها ذهب وعاد، have او has، been to معناها راح ورجع، لان بين التصريف الثالث من فعل يكون اللي معناها راح ورجع. انما gone مفيش دليل انه رجع، فبالتالي gone يبقى راح ولسه مرجعش. has gone to يعني ذهب وما زال هناك. طب في فرق بين have been to و have been in؟ اه طبعا، have been to معناها ذهب وعادة، انما have been in معناها يكون فيه. ازاي يا مستر؟ هقول لك ان have او has معاها التصريف الثالث من فعل يكون، يبقى ده معناه انه فلان يكون in في كذا. يعني مثلا he has been in the hospital، هو موجود في المستشفى. هنا معناها مش معناها راح ورجع، معناها موجود وما زال in. يبقى have been to راح ورجع، have been in يعني يكون موجود في المكان ده. ايه بقى الكلمات الداله على زمن المضارع التام؟ اول كلمه هنتكلم عنها كلمه already. already يعني بالفعل، وخلي بالك already بتيجي في الجمله، بس بتيجي بين have او has وبين التصريف الثالث. have او has والتصريف الثالث، I have already finished my homework. have او has already والتصريف الثالث. already كمان ممكن تيجي في اخر السؤال للتعبير عن الدهشه، اللي هو مثلا اقول لك ايه، have you finished your homework already؟ You are very quick. انت سريع جدا. هنا انا بندهش لسرعتك، فبالتالي بستخدم already للتعبير عن اندهاش. ايه ده، انت فعلا خلصت؟ انت عملت ده فعلا؟ يبقى دايما بتيجي في حالة لما يبقى كاتب لك جمل ليها علاقة بالاندهاش. ايه ده، انت خلصت كده بسرعة؟ انت قدرت تعمل ده؟ لا ده انت ممتاز. الحاجات دي بتستخدم فيها already في اخر السؤال. just طبعا اللي معناها توأنا حالا، وبتيجي ما بين have وhas وتصريف التالت برضو زي already، زي he has just come back، هو لسه راجع. ever معناها من قبل، وبتيجي في السؤال قبل التصريف التالت. مثلا have you ever been to أسوان؟ عمرك رحت أسوان؟ هنا أنا بسأل حد هو راح ولا لأ، بحط ever معناها من قبل عشان أسأله عن خبراته السابقة. بس خد بالك ever كمان ممكن تيجي في الجملة مش في السؤال لو في صيغة تفضيل، اللي هي ذوي الصفة ويستي أو the most أو the least. في الحالة دي بتستخدم ever في الجملة. مثلا he is the tallest man I have ever seen، ده أطول حد أنا شفته في حياتي. هنا أنا بستخدم ever للتعبير عن إن ده أكتر حد عمل كده أنا شفته في حياتي. never كمان كلمة تدل على زمن المضارع التام، بس برضو بتيجي قبل التصريف الثالث، يا بتيجي بعد هذا وهذا على طول وقبل التصريف الثالث، وبتيجي عشان تعبر عن النفي، ومعناها ابدا I have never eaten Chinese food، عمري ما اكلت اكل صيني قبل كده. بس خد بالك زي ما قلنا ever بتيجي في صيغة التفضيل اللي هو ذوي الصفة وستي او the most او the least، كمان never بتيجي في صيغة المقارنة اللي هو مثلا I have never bought A faster car، عمري ما اشتريت عربية أسرع من دي. هنا أنا بعمل مقارنة، بحطت faster اللي هي آخرها ER أو more أو less. الكلمات اللي فيها مقارنة ممكن استخدم معها never، والكلمات اللي فيها تفضيل استخدم معها ever. yet اللي معناها بعد أو حتى الآن، بتيجي في آخر الجملة منفية ب haven't أو hasn't، أو آخر السؤال ب have أو has. she hasn't finished cleaning yet أو has your car started yet. هنا في الحالتين يا إما سؤال بادئ ب have أو has فحطيت yet في آخره، أو جملة منفية ب haven't أو hasn't وحطيت yet في الآخر. so far و up till now اللي معناهم حتى الآن، و recently و lately اللي معناهم حديثا، دول أربع كلمات كمان بيجوا مع زمن المضارع التام وبيجوا في آخر الجملة. خد بالك الأربع كلمات دول so far و up till now و lately و recently بيجوا مع زمن المضارع التام بس في آخر الجملة. كلمة over اللي معناها على مر، over the years على مر السنوات، over the 8 years على مر الثمان سنوات اللي فاتوا، over the years على مر السنوات كلمة تدل على المضارع التام وبتيجي في آخر الجملة. كمان ممكن استخدم how long أداة استفهام بمعنى كم المدة مع المضارع التام. how long have you studied English، أدي لك قد إيه بتدرس إنجليزي، يبقى how long كلمة تدل على المضارع التام أو أداة استفهام يدل على المضارع التام. كمان عندنا since و for، since معناها منذ و for معناها لمدة، بس الناس بتلخبط إيه الفرق ما بين since و for، إمتى أستخدم ده وإمتى أستخدم ده. بص يا سيدي، بتستخدم since مع المدة الغير محددة اللي ما بتعرفش تحسبها، أما for بتستخدمها مع المدة المحددة اللي تعرف تحسبها وتعدها بالظبط وتقول المدة قد إيه بالظبط. طب ما تيجي ناخد أمثلة عشان نفهم أكتر. أنا هقول لك على حاجة، أنا هقول لك مثلا I have studied English، وهدي لك اختيارات since و for، وبعدين هحط لك كلمات وانت تقول لي هنختار since ولا for. يعني I have studied English since ولا for yesterday امبارح. هو yesterday امبارح ده مدة محددة ولا غير محددة؟
مش عارف احسب، يعني ما تقدرش تحسب بالظبط كام ساعه. ما هو يستر داي امبارح ده ساعات كتير، امبارح الصبح ولا بالليل الساعه كام، مش عارف احسب بالمده غير محدده بصراحه. بالنسبه لي خلاص طالما مده غير محدده يبقى يستر داي بتيجي مع سنس. طب لو قال لك لاست، لاست يير، لاست مانث، لاست ويك، كمان دي مده غير محدده لانك مش عارف تحسب لاست ويك امتى بالظبط. يبقى طالما جاب لك لاست يبقى بنتكلم عن سنس لانها مده غير محدده. لو جاب لك اسم سنه، هو السنه ليها اسم؟ 2002 2003 2004، يبقى هنا بنتكلم عن سنه كامله. طب ما تحسبها، يعني مثلا I have studied English since ولا for 2002 2002، تعرف تحسب هو قال لك هو بدا امتى بالظبط؟ في 2002 في اولها ولا في اخرها، في شهر كام، مش عارف. مش كده، مش عارف تحسب المده يبقى since لانها مده غير محدده، يبقى اسم السنه بتيجي مع since. طب لو قال لك اسم الشهر March، شهر مارس، كمان انا مش عارف مارس امتى بالظبط، اوله ولا اخره، في نص الشهر ولا في يوم كام، فبالتالي استخدم سنس لان دي مده غير محدده انا مش عارف احسبها بالظبط. طب لو قال لك اسم اليوم Monday، كمان Monday صباحا ولا مساء، الاثنين ده ولا الاثنين اللي قبله ولا الاثنين اللي قبله، كمان Monday، ولو جاب لي اسم يوم يبقى كمان كده بنتكلم عن سنس لانها مده غير محدده. طب لو قال لي اسم ساعه، هي الساعه ليها اسم؟ الساعه زي 3 o'clock 4 o'clock، الساعه 3 والساعه 4، الحاجات دي اسم ساعه، ده اسمها اسم الساعه. الساعه 3 و4 الكلام ده، طب ما في 3 صباحا و3 مساء و3 امبارح و3 اول امبارح، ده كتير. طب برضو كده انا مش عارف احسب هو بدا يذاكر امتى بالظبط. طالما مش عارف تحسب يبقى سنس، يبقى لاست، يبقى لاست ويسترداي واسم السنه واسم الشهر واسم الساعه واسم اليوم، كل الحاجات دي بتيجي مع سنس. ممكن كمان يجي لك مع سنس يقول لك سنس زين، زين يعني وقتها. طب انا عارف وقتها ده امتى؟ مش عارفين نحسبها، مش كده؟ انت تعرف وقتها امتى؟ ولا انا. طب خلاص يبقى سنس كمان بتيجي مع كلمه زين، سنس زين اللي هي وقتها. ممكن كمان يجيب لك مع سنس اسم حاجه، اسم حدث، زي مثلا سنس ذا ويدنج، منذ حفل الزفاف. انت عارف حفل الزفاف ده امتى؟ والله ولا انا اعرف حفل الزفاف امتى. يبقى خلاص سنس بتيجي مع الاسم اللي زي ده، اللي هو اسم الحدث، حدث حصل معين في وقت معين انا مش عارف ده حصل امتى، يبقى سنس بتيجي مع الاسماء دي. طب لو جاب لي سنس في النص وقبلها مضارع تام، وده العادي، I have studied English since، وبعد كده كاتب لي اختيارات ما فيهاش مده من الحاجات اللي احنا قلناها، بس عايز زمن، فعل مضارع ولا ماضي، كاتب لي افعال. يعني مثال مثلا I haven't met احمد، لم اقابل احمد since he not، ومديني اختيارات اختار فعل ايه؟ ماضي، الماضي البسيط، الماضي البسيط اللي هو since he traveled، لان برضو traveled لنا ولا انت عارف احمد سافر امتى، مش كده؟ فبالتالي بعتبر الفعل الماضي هنا حدث غير محدد، انا مش عارف احسبه بالظبط، مش عارف امتى حصل، فبالتالي الفعل الماضي هو اللي ممكن يجي بعد سنس في الموقف ده. طب ما انت كده مستر قلت كل حاجه، فور ما اخدتش حاجه خالص. لا بالعكس، فور بيجي معاها عدد وبعد كده التمييز بتاعه، مش اسم السنه، لا عدد من اليرز، 3 years 4 years 5 years، عدد وبعدين اسم الحاجه دي، السنين years، مش اسم السنه، الناون الاسم اللي هو years، التمييز، عارف التمييز في العربي كويس، عدد وبعدين months من الشهور، عدد من الويكس الاسابيع، عدد من الدايز الايام، عدد من الاورز الساعات. يبقى كده 3 o'clock الساعه 3 غير 3 hours، الساعه 3 3 o'clock ده اسم الساعه تاخد سنس، 3 hours ده 3 ساعات، ده مده محدده تاخد 4. في حالات شاذه بقى بتيجي مع 4 زي for a long time، احفظ لي دي قوي واكتبها، for a long time او for ages او for years. يبقى 4 ايجز و 4 ييرز و 4 ا لونج تايم، كل الحاجات دي بتيجي مع 4 ومش مع سنس. كمان ممكن يقول لي ذا لاست، ذا لاست يير، ذا لاست ويك، انا عارف ان لاست بتيجي مع سنس، انما لما يقول لي ذا لاست الاسبوع الماضي كده هو بيحدد لي الاسبوع بعينه مده محدده، خد بالك كده معناها 1 ويك او 1 مانث او 1 يير، يبقى كده بتتكلم عن 4، يبقى لاست بس سنس، ذا لاست 4. كمان لو قال لك ا ويك A year، لما يقول لك دي معناها 1، فبالتالي 1 معناها ان احنا بنعد حاجه محدده وبالتالي نختار معاها 4 مش سنس. خد بالك لو قال لك I lost، ده معناه ان نتكلم في زمن الماضي البسيط، بعد I lost بيجي ماضي بسيط. مثلا انا اقول لك ايه I lost traveled when I was young، لا ماضي بسيط مش مضارع تام، خد بالك من ده. كمان لو قال لك it's او it has been وبعدين مده وبعدين سنس، ده بيجي بعده ماضي بسيط مش مضارع تام، ماضي بسيط مش مضارع تام، زي مثلا it's 3 years since I traveled، معناها فات 3 years، فات 3 سنين منذ ان سافرت، سينس هنا مش بعدها مضارع تام ابدا، بعدها ماضي بسيط عادي، traveled ما قلتش have traveled او has traveled، قلت ماضي بسيط. في تعبيرات معينه لما تلاقيها اختار معاها المضارع التام، زي this is the first time، this is the second time، دي اول مره وتاني مره، استخدم مضارع تام. زي مثلا this morning، هذا الصباح، this week، هذا الاسبوع، this day، هذا اليوم، تحس ان المده لسه شغاله، احنا مش بنتكلم عن حاجه حصلت في الماضي، ده انا بكلمك ان فلان ده عمل كده النهارده الصبح،
ولسه احنا في الصبح، الموضوع مش في الماضي. يعني مثلا she has written 3 reports this morning، هي كتبت 3 تقريرات النهاردة الصبح. الصباحية دي يعني الصبحية دي، خلاص مش الصباحية، الصبحية الصباحية دي الصبحية خلاص. فبالتالي بنتكلم عن حاجة لسه احنا فيها، ما بقتش ماضي، فبتستخدم في الحالة دي مضارع تام have وhas، والتصريف التالت مش ماضي بسيط. خد بالك من المعلومة المهمة دي، عارفين تأسن as و after و before و by the time و when و till و until و if، الروابط دي مهمة جدا، اكتبهم معايا لو ما كتبتهمش هقولهم لك تاني. As soon as و after و before و by the time و tell و until و when و if، مالهم دول؟ كل واحد من دول احنا شرحناهم في الوحدة الأولى، ليه القاعدة بتاعته، اللي بيجي مع الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي تام، مش كده؟ بس خد بالك في حاجة مهمة جدا، كلهم بيجتمعوا في قاعدة واحدة، إذا جه قبلهم مستقبل بويل والمصدر يبقى بعدهم مضارع. مضارع مضارع ايه؟ مضارع بسيط ولا تام؟ اي واحد من الاثنين، الاثنين صح. يعني ايه؟ يعني لو جه في الجمله مثلا I will travel after I have finished studied، معناها ان انا هسافر بعد ما اخلص مذاكرتي، بعد ما اخلص دراستي. خلي بالك will والمصدر after have finished مضارع تام. طب ينفع نقول I will travel after I study؟ طبعا ينفع، يبقى ممكن after اللي جت في النص جاي قبلها مستقبل وبعدها يا مضارع تام يا مضارع بسيط، الاثنين صح، مضارع تام صح ومضارع بسيط صح. اخر ملحوظه مهمه جدا بقى، جاست اللي بتيجي ما بين هاف وهاز والتصريف الثالث تدل على مضارع تام، لكن لو في اخر الجمله جت جاست ناو ده ماضي بسيط مش مضارع تام، واوعى تقول عليه مضارع تام، جاست ناو في اخر الجمله ماضي بسيط مش مضارع تام. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، أتمنى تكون استفدت منها وتكون المعلومات وصلت لحضرتك كويس، وأتمنى كمان إنك تشير الفيديو لكل أصحابك.